يعتبر سلاح الجو التابع لنظام الأسد الذراع الأقوى عسكرياً، حيث يعتمد عليه في قصف المدن والبلدات الخارجة عن سيطرته في مختلف المناطق السورية. في يوم واحد خسر هذا السلاح طائرتين، الأولى حربية من نوع ميج 21 أسقطت في دير الزور شرق سوريا، والثانية مروحية أسقطت في أطراف غوطة دمشق الشرقية جنوب سوريا. تنظيم الدولة تبنى إسقاط الطائرتين، معلناً مقتل قائد الطائرة الحربية التي أسقطها في منطقة تلال الثردة جنوب مدينة دير الزور. ونشرت وكالة أعماق تسجيلاً مصوراً يظهر حطام الطائرة وهو يحترق، إضافة لصورة جثة الطيار، فيما أظهر تسجيل آخر بثته الوكالة حطام طائرة مروحية متناثرة على مساحة واسعة من الأرض دون أن تعلن عن مصير الطيار. صفحات موالية للنظام أعلنت مقتل الطيار المقدم ماهر جابر قشعور عقب سقوط طائرته في دير الزور. سقوط الطائرتين أثار ردود فعل غاضبة في صفوف موالين للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن النظام يضحي بأبنائهم من خلال إجبارهم على قيادة طائرات قديمة وغير قابلة للاستخدام نظراً لتهالكها وعدم صيانتها منذ فترات طويلة. بسقوط الطائرتين اليوم يرتفع عدد الطائرات التي فقدها النظام خلال شهر واحد إلى 6 طائرات معظمها أسقطت في ريف دمشق، فيما كانت الروايات الرسمية للنظام تعزو أسباب السقوط إلى أعطال فنية. سقط طائرة ميك فوق جبل الزاوية، الله أكبر.